أعلنت أسرة ألان ديلون الأحد وفاة والدهم عن 88 عاماً بعد صراع مع المرض. وكان ديلون محبوباً لدى الملايين من عشاق السينما مهما تنوعت أدواره بين سفاح أو مجرم أو قاتل مأجور خلال قمة عطائه في فترة ما بعد الحرب، وتدهورت صحته منذ إصابته بسكتة دماغية في 2019، وكان نادراً ما يغادر منزله في منطقة فال دولوار. وقال: عندما كان يبلغ 87 سنة في مقدمة سيرته الذاتية، لم أحلم مطلقاً بأن أصبح ممثلاً، دخلت المهنة وواصلت التمثيل للنساء ومن أجلهن. وعاش ديلون قصص حب وشارك علاقات عدة مع نساء، لكنه في الثمانين من عمره تقاعد في منزله مع هيرومي رولين التي كان يقدمها على أنها مدبرة منزله، لكنها وصفت نفسها بأنها حبيبته حتى طردها أبناء الممثل في صيف 2003 متهمين إياها بإساءة معاملته. قبل وفاة ألان ديلون قرأ نصاً على معجبيه أشبه بوصية يقول فيها: أشعر بعمق الامتنان لكل من أبدى تعاطفه وعاطفته تجاهي ولأولئك الذين كانوا بجانبي بطريقة أو بأخرى. مع اقتراب نهاية رحلتي أود أن أعبر عن امتناني لما عشته من شغف وحب وما مررت به من نجاحات وإخفاقات ومن جدل وفضائح وقضايا مظلمة ومن ذكريات ثمينة وفرص ضائعة ومن لقاءات عفوية وتجارب مؤثرة. ومع تلاشي الأمجاد لتصبح مجرد ذكريات بعيدة، يظل هناك شيء واحد فقط يشع بوضوح وثبات، وهو أنتم، أنتم وحدكم، أنتم من شكلتم مسيرتي ومن ستواصلون تشكيل مستقبلي، وكان من الضروري أن أعبر عن امتناني العميق لكم.